اخذ الاخ من اظن من موسكو، اظن من موسكو من روسيا. تفضل اخونا من روسيا. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اولا انا سعيد ان انا عملت مداخله مع حضرتك، وعايز اسلم على الشيخ احمد الامامي وربنا رب يكرمه ويهدينا. بسمعه كتير على الفيسبوك بس اول مره اعمل مداخله مع حضرتك واكلمه يعني. والاخ اللي هو عمال يتكلم ده ابو عمار على ما اظن انا اول مره اسمعه يعني. بس هو انا عايز اقول حاجه يا استاذ وعد. نعم. في حاجه عندنا في بلدنا العربيه كلها مجهوله اللي هي عدم القراءه، ما نعرفش تاريخ. احنا عايشين في الدين المسموع، الكل عايش، غالبيه اهل السنه وما تلومهمش على شيء، عايشين في دين مسموع. حتى المشايخ اللي بيطلعوا على المنابر عندهم عقيدتهم برضو مسموعة دون القراءة، يعني مش زي الشيخ أحمد الإمام اللي أنا بتابعه كتير، هو والشيخ ياسر الحبيب والإخوة اللي هم بيطلعهم زي ذو الفقار وأسد لبنان واللي زي حضرتك. عندكم ثقافة من خلال القراءة، يعني أنت خدتها من خلال أن أنت قرأت ففهمت. أما الغالبية العظمى، وأنا واحد من الناس، كان بالنسبة للعقيدة الإسلامية عقيدة مسموعة، بروح الجامع بسمع اللي الشيخ بيقوله. يعني أنت كان في برنامج على فكرة من 4 أيام على التلفزيون على قناة على ما أعتقد تونسية، جابين واحدة محققة تاريخية اسمها هالة وحاول تدور عليها، وعاملين مداخلة مع واحد شيعي مغربي اسمه الأستاذ هاني، أنا مش فاكر هاني إيه، وواحد تاني اسمه إسلام البحيري. الغريب والطريف إن أنت بتكلمك على أحداث تاريخية كلها هم قرأوها طبعا على أساس قراءة، يعني هي محققة ودرسة دكتوراه ومحققة في التاريخ على أحداث السقيفة وقصة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اللي احنا عايشين بقالنا أكثر من 1400 سنة كابر عن كابر بنسمع وبنترضى وبنترحم. وهي بتقول بكل بساطة كان كلهم لهم أطماع سياسية، واخد بالك؟ وبعدين انت عشان ما نجيبش سيرة اللي هم الخلافة الأولانية، خلينا نتكلم على يزيد اللي هو موضوع الحلقة. انت عايز ايه من واحد أبوه ورثه؟ يعني ازاي تكون خلافة وأبوه مورثه وانت تعرف كلام محمد ابن ابي بكر، يعني اللي هو رضوان الله عليه على ما اظن عبد الرحمن، كان له ابن اسمه عبد الرحمن ابو بكر، كان له كلمه مشهوره لما حب مروان ياخد البيعه ليزيد، قال والله لئن فعلها رفعت السيف قتلته، وعلى اساس مات ابو عبد الرحمن ده ومحدش يعرف مات ازاي. يعني محمد ابن ابي بكر مثلا لما قتلوا معاويه ابن ابي سفيان مثلا وحطوا ببطن الحمار وحرقه، اي خلافه دي؟ اي خلافه؟ انت جاي تكلمني على خلافه مين يعني؟ وده كله يعني ما انا رحمه الله او رضوان الله على محمد بن ابي بكر. لكن فعل يزيد في اهل المدينه ده فاحشه لم يسبق لها مثيل، لكنها تعاقب تاريخي لاقامه الدوله. فانت كلمنا عن يزيد كملك، كملك حلو قوي، ملك جميل بيحب يبني دوله، كل حاجه فيه جميله، انا ما بقدرش اتكلم فيه. لكن كدين وخلافه يبقى ده كفر. ازاي واحد يقتل بقى الامام الحسين؟ الامام الحسين ده ذا النورين، يعني الامام علي هو ذا النورين مش عثمان، ذا النورين، النورين اللي عنده الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم او رضوان الله عليهم زي ما احنا متعودين. لكن انت قتلت سيدنا الحسين اللي هو خرج من اجل الدين ومن اجل البيعه، مش عشان هو طامع في الحكم، ده هو ما اخرجه من حتى من 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 من, من المدينه الا دين جده كما قال يعني، وده معروف احنا بنعرفه يعني. انما الغريب انت جايب له مجموعه شله واحد مش عارف جاي منين، ده السلفيه دول يعني. انت على فكره في حديث في الجماعه النصيريه، لو انت تقرا الحديث، ما هو الدين كله، احنا عندنا كلنا في اختلافات، طائفه سنيه على طائفه شيعيه على طائفه علويه على طائفه ازيديه. الطائفه العلويه النصيريه عندهم حديث ان الطيالس اللي هم هيتبعوا المسيخ الدجال مش هم ال 70,000 بتوع اصفهان، ده عليهم 70,000 من 1000 من العرب، يعني حوالي 70 مليون من العرب، ما هم دول الموجودين دلوقتي اللي هم قاعدين يتردوا عن يزيد وعن معاويه وعن كل القتله اللي احنا دلوقتي بسببهم بنقتل. يعني انت بسبب الفعل بتاعهم ده التاريخي اللي هو بقاله اكثر من 1300 سنه او 1400 سنه، احنا حاليا العرب بنقتله، العرب متامرين عليهم والعرب عمالين يقتلوا فيهم من خلال الفعل ده. وكان في ممثل امريكي موجود حتى له برنامج مشهور قال كفايه لقد اخذنا صقرنا منهم، يعني قتلنا فيهم بقدر ما قتلوا منا. انت فاهم؟ فكنا احنا كبشرية عربية او كبشر عربي مسلم مثلا ما عندناش الوعي السياسي ولا الوعي الديني الكامل ولا القراءة الكاملة في الدين. انما بنترد عن يزيد، مين اللي الواحد يترد عليه ده يعني؟ ويعني 1000 امرأة حرة من حرائر المدينة تغتصب وتنكح ويحصل عملية حمل وعملية من زنا، ودي بتقول رضوان الله عليه؟ رضوان الله على واحد قرباتي كان بيلعب القرود، تسمعني ولا معايا ولا؟ نعم انا سامعك بينصات، بس عندي سؤال قبل ان تكمل. انت تفضل. انت سني ولا متشيع ولا ممكن واذا ما تحب؟ انا مسلم، انا حتى الصلاه ما بصلهاش، بس انا مسلم يعني. انا فاهم، بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا متشيع ولا سني ولا بؤمن بالكلام ده اصلا. بس هو اللي انت بتتكلم فيه ده
انا حاليا بقرا في الكتب يعني عندي قراءه ليه في الكتب فانا ما اعرفش هو الدين معاك انت بس يعني ولا انا مش بقلل من وضع حضرتك ويعلم الله يعني انا كلامك انت كراجل شيعة وحتى انا هنا في شيعة بعرفهم كتير كل كلام اللي هم بيقولوه هو ده انا بشوفه يعني انا بقول لك انا لقيت واحده اسمها هاله دكتوره هي دكتوره محترمه بتتكلم على ابو بكر الصديق الكلام ده والله العظيم من 3 ايام نفس الكلام اللي بيقولوه الشيعة ومع ذلك الاسلام البحيري يطلع يعقب عليها ويقول لا يعني دول رموز احنا ما نقدرش نتكلم فيهم كان لهم اطماع يعني كان لهم احلام دوله احنا ديننا ما امرش بدوله اصلا وبعدين الامام علي اللي هم بيقول لك عليه مثلا يعني عندنا احنا اهل السنه يقول لك الامام يعني زي ابن تيميه بتاعه ده يقول لك كان راجل مهزوم مهزوم ايه ده الامام علي هو اللي اسس الدوله يعني الامام علي اعظم فتوحاته واعظم شيء عمله للناس اللي عندها علم اجتماع وعندها دراسه تاريخيه نقاط الخوارج عشان يثبت اركان الدوله من الداخل ازاي هتروح تعمل فتوحات انت ودولتك بايظه من داخلها يعني ازاي عايز تطلع انت تصدر حضاره وانت من داخل عندك حروبات من كل مكان فاللي كان تعقيبا على كلام ابن تيميه في منهج السجدين اللي بقول لك كان امام مهزوم وفي كل بيروح حته ينهزم هزمه الله اللي اسمه ابن تيميه ده واتباعه يعني وانت تشوف اتباعه على فكره كلهم عاملين زي المرائس يعني انت لو تتابع المجموعه اللي هم بيتابعوا ابن تيميه هم مجموعه مرائس ما لهمش عقيده يعني عليهم الطيالس ولابسين حاجات ما لهاش علاقه بالسنه ولا احنا اهل السنه النبي عمره ما كان بيلبس الشال السعودي ولا الشماخ ولا النبي كان له عمه ولا انا بتكلم غلط ولا انا معلوماتي غلط بس ده اللي انا سمعته من الدين يعني وده اللي انا سالت فيه ناس عندها يعني مش هقول لك يعني عالم وعلامه زي احمد الامام او زي حضرتك عنده شغف دين ومفهوم ديني بس على الاقل بنحاول نفهم يعني احنا يزيد ما فيش حد مختلف فيه اي واحد صاحب عقل ما حدش يختلف فيه كافر طيب اذا تسمح لي كفر بين كمان بس تسمح لي اريد استغل الوقت معاك حقيقه انت الان طبعا بغض النظر عن توجهك في اي قضيه لكن اللي سمعك الان يجد عقل متقد قابل لاستيعاب الثقافات الاخرى بعقل متفتح وهذا هذه اول خطوه وانا شخصيا اقول لك بكل وضوح انا احب انسان يستمع الى الطرف الاخر لا يتعصب الى القضيه او الى الانتماء الذي وهذا شيء جيد بص يا استاذ وعد اولا انت مش طرف اخر ليه احنا كلنا على قبله واحده لا اله الا الله محمد رسول الله بتجمعنا على فكره علي ولي الله هي اليقين لما تيجي انت تعلمني وانا متعلمها وانا في مصر ان علي هو باب مدينه علم رسول الله يعني عليا يعني رسول الله انا مدينه العلم وعلي بابها وسيدنا الامام علي على المراه وما اسمع من الكل وحتى هم على ويخشوا على يوتيوب وعلى الانترنت يشوفهم كل اللي بيطلع يقول لك عاملين منافسين ملجمين دول انت بتجيب التنجيم ده منين بتجيب الاخبار دي منين يقول لك انا من 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 اسمه علم الجفر طب علم الجفر ده جيب منين يا عم علم الجفر ده عن الامام علي صلى الله عليه وسلم طب الامام علي ده جاب الحاجات دي منين وعلى اي اساس وانت لما تقعد تتابع تاريخيا حتى ال 12 امام انا سمعتها من واحد من الازهر ويعلم الله والله ما بكذب عليك ولا بنافعك ولا يعني بيقول لي 12 امام المولودين عندنا في اهل السنه طب ال 12 امام دول راحوا فين طب جابوا العلم منين اصلا واصلا ما كانش في علم في زمانهم يعني هم رب العالمين سبحانه وتعالى بس عليهم العلم والعلم ده انت حتى احنا من علامات الامام المهدي يعني عندنا احنا في اهل السنه وعندكم في الشيعة وفي كل الطوائف يعني بيحصل عملية مبايعة وعملية انضمام ليه بعد ما بيبان الحق والجيش الخسف و و و بتيجي روح ان الكل بيبقى عنده بينة بدينه صح ولا لا متفقين عليها دي احنا كطرفين متفقين عليها في بينة من الدين بتظهر في قلوب المؤمنين او قلوب المسلمين حتى الايام مش هتقوم لما رب العالمين يعني يخطف جميع يعني بيقبض جميع اللي من قلبه ذرة من ايمان يعني ايه ذرة من ايمان انك تبايع الامام المهدي بصرف النظر بقى عن الامام المهدي يطلع من زي ما هم بيقولوا كده يعني عندكم انتوا بتقولوا سرداب واحنا بنقول لا هيولد وطبعا انا مش فارقه معايا يولد ولا يطلع من السرداب ما انا مؤمن ان المسيح الدجال بقى له 16000 سنه ايه يعني اللي دخل السرداب ده رغم ان انا شفت بعيني على اليوتيوب ان السرداب ده عباره عن ضريح يعني لاحد ائمه اهل بيت رسول الله واحنا كمصريين طول عمرنا بنحب اهل بيت رسول الله حب جم وعمرنا ما كنا نسمع او نعرف ان معاويه بن ابي سفيان عمل كده في محمد بن ابي بكر اسمح لي اولا الاسم الكريم حتى لانه انا اسمي محمد استاذ محمد حياك الله وانا تشرفت جدا اسمع صوتك اذا تسمح لي اوجه لك بعض الاسئله واستغل وجودك وبالمناسبه انا استغل وجودك ايضا ادعو الاخوه لان القناه تتعرض الى بلاغات اليوم جاني تحذيرا فارجو من جميع الاخوه ان يشتركوا في القناه وان يعملوا لايك بارك الله بكم وان تنشروا القناه اخي محمد الله يبارك فيك
أنا الآن صدر. فهمت واسمح لي أن أنا أطلق المسميات حتى وإن كنت ما تقبل. الآن من كلامك فهمت أنك سني وأنا ما عندي مشكلة وعلى عيني وعلى رأسي في هذه القضية، لكن أنا أريد أن أفهم أنه رجل متفتح وعنده هذه العقلية، وبالمناسبة أهل مصر حقيقة عندهم عقلية يعني رائعة جدا، وأنا لمست بغض النظر عن هؤلاء الوهابية السلفية اللي أنت علمت ماذا فعلوا بمصر. أنا أريد منك الآن، أريد منك وأنت وأنا نعيش في هذا الواقع، الواقع اللي ظهر عند محمد حسان ومحمد يعقوب هذول اللي ذهبوا إلى المحكمة. أنت الآن الواقع الثقافي والإعلامي، هؤلاء ينقلون الحقيقة اللي يقولون نحن سنة، ينقلون الحقيقة لأهل السنة ولا هم لا ينقلون الحقيقة على ضوء ما اطلعت من أحمد الإمامي، من التلفزيون، من ميثم الموسوي، من وعد؟ فهل هؤلاء العلماء المشايخ اللي يسموها نحن الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ القرضاوي والشيخ معرف منه والشيخ معرف منه، هل هؤلاء نقلوا الحقيقة أو لا؟ بكل تجرد وبكل انصاف اريدك ان تجيب. بارك الله بك، تفضل. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ وعد، تعرف فشلهم جميعا جم في ثوره الاخوان لما طلعوا بجهلهم الديني القائم على اساس المبايعه للحاكم المتغلب. على فكره قصه الحاكم المتغلب دي تسقط المذهب كله، لانها ترفض يعني يرفضها علم الاجتماع، يرفضها المنظومه السياسيه، يرفضها العقل اصلا. يعني لما تيجي تقول للحاكم المتغلب وان ضرب ظهرك واكل مالك ومش عارف اسمع له وقطع، ويجي واحد يقول لك الحاكم عليك انك تبيعه لو عمل له وقطع التلفزيون وشفته اسمع يعني شوف منه وينكر عليه، لكن كان خروج في مفسده. انت لما تشوف تاريخ المسلمين كله، تاريخ المسلمين كله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وعثمان، كل انفراد بالسلطه صح، كلها مراحل دمويه ما حصلش فيها رحمة لحد. حتى خروج العباس السفاح اللي قال لك أنا السفاح أو عبد الله السفاح على حسب المسمى، وخروجه على الدولة الأموية. أنا عايزك بس تسأل أي واحد سني، أنت بتقر بالخلافة العباسية؟ أقول لك آه. بتقر بالخلافة الأموية؟ تقول له آه. تقول له إزاي بتسمح أنت بالخلافة العباسية تخرج على الخلافة الأموية رغم إن فيها معاوية خان المؤمنين زي ما إحنا بنقول وتربينا على كده؟ وطبعا ده كلام فيب أصلا، وأنا للأسف فوجئت بيه على قبر. يعني أنا أقسم بالله ما بغشك ولا بجاملك، أنا فوجئت بيه على قبر ان انا عرفت ان معاويه دخل مؤمنين ولا بطيخ، وعشان اخو ام حبيبه يعني ولا يعني رضوان الله عليها، بس يعني قصتها معروفه يعني. يعني الكلام اللي هي بعتته وتجيب خروف مشوي، انا بقول لك في قصص انا ما عرفتهاش، انا عمري 50 سنه، انا في قصص لسه عارفها من 3 4 سنين يعني. لكن عايش طول عمري انه خد المؤمنين وكاتب الوحي. وحي ايه ده؟ هو ما عادش في الاسلام 6 اشهر والنبي توفى، اي وحي يعني؟ وعلى حسب اقاويل الاسلام كله يعني، انا هرد على سؤالك، على حسب اقاويل التاريخ كله وقعد مع النبي 6 اشهر وكان مع الامام علي، ثم لا ينطق عن الهوى. ازاي هو محتاج واحد يكتب له الوحي؟ يعني انا مش فاهم دي. وبعدين حتى ده بيقول لك كان من كتاب الوحي عبد الله بن ابي السرح اللي النبي قتله واللي ماتت بسبب الصيده رقيه فيما بعد. يعني انا يعني في حاجات انا مش هكذب عليك، مش يعني لو تعمقت فيها وتعمل لها حلقات وصل هتحصل متاهه معاك في الدين، اما انك تنكر الدين كله او انك تترك المذهب السني وتروح على المذهب الشيعي. برضه مش هضحك عليك، انا في حاجات انا واقفه معايا، يعني انا في حاجات انا مش قادر استوعبها. مش لا سمح الله للاثنى عشر خليفة أو آل بيت رسول الله، يعني اللي رب العالمين يقول فيهم ليذهب عنكم الركس، يعني يذهب عنكم الشياطين وأفعال السوء وأفعال الذنوب و و و ناس نورانيين، يعني ناس مش 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 يعني مش زي حضرتك ولا زي حضرتك. أنت قابل للخطيئة وأنا قابل للخطيئة، فإزاي رب العالمين بيديك آية التطهير كاملة متكاملة في القرآن الكريم بيقول لك مش هيكون في ذنب ولا في ركس وهو يشيله؟ ده اللي يذهب الركس كله يعني من الأساس مش هيبقى موجود. يعني هم مين دول؟ ده رقم حاجه انا عايز افهمها. يعني انا حتى سالت فيها ناس يقول لك دول يعني ناس نورانيين. يعني ايه ناس نورانيين؟ يعني انا دي لغايه دلوقتي مش مستوعبها. يعني هم مش 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 من صفاتنا احنا، هم صفهم الصفات البشريه اولاد النبي المقربين، لكن 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 اذهب الله عنهم الركس. يعني يذهب الله عنهم الركس يعني حاجه كده فوق وصفنا كبشر. طب ايه الحكمه من كده؟ يعني ايه الحكمه من كده؟ الا اذا كان حديث الكساء دي الايه دي بتكمل حديث الكساء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دخل على حديث على حديث السيده ام سلمة رضوان الله عليها، يعني دخلت عند النبي فدخل الامام علي ودخل السيده فاطمه والحسن والحسين فغطى عليهم الكساء وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي يعني فاذهب عنهم الركس. ما دي بتكمل دي، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان الرسول الذي لا ينطق عن الهوى بيقول لكم الاسره دي والبيت ده هيطلع منه انساب
تتبين للأمة، تعلم الأمة الدين وتعلم الأمة الحكم، وحكمهم هو اللي هيبقى حكم بين وحكم صلاح. نيجي احنا نرفض وخدنا حكم بقى 700 ألف قتلى في سنتين اتنين. انت عارف يعني ايه ما اختلت مسلمة الكذاب؟ وعلى فكرة يعني السنة والشيعة بيقول انه مسلمة الكذاب ادعى النبوة. تاريخيا على فكرة مسلمة ابن قيس التميمي لم يدعي النبوة، هو لم يسلم ولم يدعي النبوه، هو بس كان بيعطي يعني اللي بيسموها الجزيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موت النبي قال يعني ابو بكر يعني مش هو اللي انا ممكن ادفع له جزيه. يعني حتى كلمه سفيان بن حرب للامام علي عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وقال يا ابسط يدك لابيعك يا ابا الحسنين والذي امنت به العرب، ما كنا ليحكمنا الازلين لأن المدينة بخلق. مش ده كلام تاريخي موجود يعني، ولا أنا مش, مش 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 فاهم يعني. طب ده معناته ايه يعني؟ ده معناته ان كان في ناس من المسلمين بيقولوا، والحباب بن منذر لما قال لعمر بن الخطاب يعني هنطرد عمر بن الخطاب ونعمل ونخلي ونسوي ونطرد اللي هم المهاجرين، والحباب بن منذر عليه رضوان الله وسعد بن عباده عليه رضوان الله، واحداث السقيفه دي بحد ذاتها النبي اللي لسه لم يغسل ولم يكفن ولم يوارى الجسد الشريف، وانت رايح تدور على خلافه، ويطلع واحد من اهل السنه وللاسف عالم انا كنت بحترمه يقول لك اصل في اولويات. ايه الاولويات يعني؟ الأولوية الحكم والدولة. أي دولة؟ النبي قعد يعني 40 غزوة وسرية قتل فيهم كلهم، كل دول جيوش وغزوات وحروب، ما قتلش يمكن 2000 واحد. احنا في سنتين اثنين في الردة دي تخش على الناس انتم مرتدين. طب يا عم أذن فينا، أذن فيهم وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قول لهم منع الزكاة. طب يا عم الزكاة ده حق من العبد اللي يعني من غني للفقير، ودي حاجة لا يعلمها إلا الله، انت مالكش تشرط فيها عليا. يقول لك توحيد الدولة، يعني انت بتلاقي سببيه عشان القتل، وبعدين مالك ابن نويره اللي قتل ده، ويروح واحد تاني يجيبوا لك حديث يعني عندنا احنا حديث سيف صلناه الله على الكف. للاسف انا كنت بحب خالد بن الوليد يعني. سيف صلناه الله على الكافرين، يروح يسنوا على مالك ابن نويره، مالك ابن نويره كافر، ويطلع كلام واحد من الخليفه الاول يقول والله ما وقع تحت سيف خالد الا يعني وكان عندي كافر، يعني انت على اي اساس؟ وعمر بن الخطاب نفسه يقول له يعني ارشد يعني اتق الله يعني تمهل يا ابا، يقول له لا يا مش هنتمهل دوله. انا بحترم ابو بكر يعني، انا عن نفسي ما بهنوش يعني ما بلعنوش، بحترمه قائد يعني، علموا الناس في بلادنا العربيه ديت ان ده قائد عمل دوله يحترم زي صدام ما يحترم كدوله. لكن جديد ما تجيبوش دين بقى، ما تجيبليش انا طول عمري عايش ان ده يعني ناقصني بس ان اقول كان عنده وحي. يعني احنا كأهل سنة ناقصنا في ابو بكر وعمر وعثمان ان هم عندهم وحي، يعني كان ناقصنا نقول ان هم عندهم وحي. وانت طبعا اللي انا شفته ولو بتتمعن قوي هتلاقي انت المساس بابو بكر وعمر وعثمان يعني خلاص لغيت الخلافه اللي هي بعد كده. فانت عشان كده الرموز دي لازم هم كل الخلافات اللي جت بعد كده، الخلافه الامويه والخلافه العباسيه والخلافه العثمانيه، لابد ان كل دول ياسسوا ابو بكر وعمر وعثمان على اساس انها خلافه دينيه، خلافه شرعيه من قبل النبي بامر الصلاه ودخلوا على البير، ودخل ابو بكر الاول وبعد كده دخل عمر وبعد كده دخل عثمان وقال لهم لازم تبقوا موجودين انتم. فالثلاثه دول تحديدا المساس بيهم هو نسف العقيده كلها، فما يقدروش ينسفوها اصلا، ما يقدروش يمسفوهم، ما يقدروش حد يتجرى عليهم ويقول الاحداث. انت ما تشوف احداث السقيفه مش احداث ناس يعني ما 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 مش هضحك عليك انا يعني ما 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 مش ناس عندها ما مش ناس تبع تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انتوا عاملين المدينه كل الصحابه عدول يعني من الصحابه دي منزله ولا نخلوا الا ما يرضى ربنا رضوان الله عليهم، ازاي يعني؟ طب انت بتزني ليه؟ طب انت لما تكون انت الصحابي اللي تربيت على مائده رسول الله وتزني وعايزنا نترد عنك، امال احنا نعمل ايه بقى؟ نروح نبقى نفجر احنا بقى يعني احنا بقى العامة ما شفناش النبي، ما تربناش على مائدة النبوية يعني. وبعدين يقول لك الصحابة كلهم عدول، طب ما انت عندكم احداث ما تخشش العقل. يعني الحادثة مثلا بتاعت عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن، الحادثة دي في السنة الرابعة من حكم عمر اللي هو تجوز فيها عبد الله. انت معايا سامعني يا استاذ وعد؟ اي نعم سامعك اتفضل. واخد بالك؟ فتيجي تشوف الحادثة دي مثلا، دي المفروض صحابية يعني، دي عندنا اهل السنه احنا صحابيه لانها شافت النبي، بينها وبين النبي 6 سنين، ابو بكر حكم سنتين، عمر حكم 10 سنين. في السنه الرابعه حصل حادثه بائعه اللبن دي اللي تزوج فيها عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل يزيد بن عمر. طب الست دي بتغش اللبن، الست دي تربت على المائده النبويه، والنبي بيقول من غشنا فليس منا، والست دي يعني الوضع ايه بقى؟ طب انت بتحكم على دي بقى؟ طب دي لو قريت لحديث مثلا وايا كان الحديث ما انا هاخد بيه صح ولا لا؟ وهي غشاشه ولا انا بتكلم غلط؟ دي غشاشه ان عمر كان عايز يعاقبها،
وبناء على انه استرقت بحالتها. طب الوضع الاجتماعي للدوله، فتح الفرس وفتح اليرموك وفتح الشام، الغنائم دي راحت فين؟ لما تقعد تسمع انت في التاريخ وتقعد تقرا في الكتب، وفي الفتره الاخيره عبد الرحمن بن عوف بيقول لك انا عنده 70 برهه، كل برهه فيها 130 كيلو ذهب، ووزعوا الغنائم بتاعته او تركته بضرب الفؤوس، بيكسروا الذهب بالفؤوس. وانا المبشر عندي بالجنه، وتشوف المبشرين بالجنه يعني الله يرحمهم، يعني ما انت شايف حاجه خالص غير القتل. يعني يطلع واحد على الامام علي، انا الامام علي كل اهل السنه والشيعة والعلويه، وانت ما اعتقدش حد بيكره حتى يا اخي الكفر الفجره. يعني تقرا لمارسيلو ديناري، اقرا لرانس دانييل، بالذات بيتكلموا على الامام علي، شرف لكل عربي، شرف لكل مسلم ان يكون منتمي للامام علي صلى الله عليه وسلم. طب الامام علي ده اللي حصل معاه والفجوه اللي حصلت، وازاي يروح يجرود البيعه، وازاي يروح يكسروه وطلع السيده فاطمه، انا الحاجات دي ما اعرفهاش الا على كبر يعني، وعشان ما يتهمنيش ان انا شيعي وانت تقول ان انا شيعي، انا ما فيش حاجه اسمها شيعي وسني. انا في عندي دلوقتي تاريخ بيقول ان حصل واحد اثنين ثلاثه، في ظروف غامضه حصلت وحصل قتل والخطبه الفدكيه، وبعدين انا ما طول عمري عارف ان النبي ميت مديون. تيجي انت اطلع دلوقتي على خبر اسمع ان النبي كان عنده ارض فدك واورثها للسيده فاطمه الزهراء، ويبقى عمر ابو بكر الصديق يمنحها من السيده فاطمه الزهراء، ويجي بعد كده في الـ في الـ في, الـ في التسلسل التاريخي والاحداث التاريخيه قصه السيده عائشه مع عثمان بن عفان، ونظام يعني السب والقصف بينهم من بعض، لان وصل الحال من السيده عائشه يعني ام المؤمنين تخش الغرفه النبويه وتقول يعني اقتلني عسلا فان انا عسلا كفرها، وانا على رسول الله لم يبلغ قد بلغت سنته. طب ازاي انت عايزني امشي بقى على مبدا بقى رضوان الله عليه، الى جانب ان الامه كلها اجتمعت على عدم دفنه في مقابر المسلمين ومحدش صلى عليه اصلا، وفين الاخلاق العربيه اللي الناس دي شافت ايه في الفتره الزمنيه دي في ال 12 سنه دولت عشان يوصل حجم الغل والكره والغضب من عثمان بن عفان، يعني على رحمه الله. انا ما اقدرش ان على كل مسلم علي ان اترحم يعني، وحسابه على ربه يعني، انا ما فيني ان اسب يعني. طب ده الراجل الطيب ده اللي هو عثمان بن عفان الورع وتقي ولي 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 ولي، ازاي كل الناس العرب اللي كانوا في الجاهليه اصلا وفي الكفر كان عندهم نخوه؟ يعني احنا كعرب، انت لو جالك حتى اعز اعدائك واستجار بيك هتجيره، صح؟ دي اخلاق العرب. يعني العرب بيجيروا الملهوف ويعطوا ويسقي الظمآن، دول منعوا عنه الميه. واللي قتل عثمان بن عفان ناس 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 يعني عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه، ومالك بن الاشتر، ودول كلهم صحابه شهد لهم النبي بالحق واليقين، صحابه ما كانوا مع الامام علي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. الامام علي مثلا في عمالين نتكلم احنا اهل السنه، وانتم حتى يا شيعه عمالين تتكلموا مع عمار بن ياسر رضوان الله عليه بس، يعني وقتل مع سيدنا الامام علي عمار بن ياسر بس، ولا بناء على الحديث النبوي اللي هو تقتل عمار الفئه البغيه؟ لما قتل مع سيدنا الامام علي اسمه الارقم ابن ابي الارقم، وده كان من اهل بدر، انت راح فين؟ انت 45 واحد من اهل بدر قتلوا مع الامام علي، دول مصيرهم ايه؟ دول راحوا فين دول؟ يعني دول مصيرهم ايه؟ على اي اساس كانوا مع الامام علي؟ وكون تاريخيا حتى لما تقعد بتابع الشعر وبتاع الخطبه الجلجليه لعمرو بن العاص يعني اللي قالها في معاويه ديت وسب معاويه، ويجي بعد كده عبد الله السفاح يخرج عن دوله بني اميه يقول لك احفاد اكله الاكباد الكافرون، ويلقبهم بلفظ جارح يعني. وبعدين النبي في حديث صحيح موجود عندنا احنا، وده انا متاكد منه، لما جابوا له مروان بن الحكم وقال خذوه عني يخرج من صلبه مش عارف خمسه يعني يذوقون امتي المرار والهوان، ويقول لك رضوان الله عليهم. وبعدين هو متوثق ومتاكد ان سيدنا الامام علي ظل يلعن صلى الله عليه وسلم، ولعن من لعنه يعني على المنابر لحد عصر عمر بن عبد العزيز، وكان السبب واحد مسيحي، يعني السبب عدم اللعن ده وانا لسه قاريها على الفيسبوك، واحد مسيحي راح قال له يعني كان نسيبني ببنتك يا امير المؤمنين، وكان صديق سيدنا عمر بن عبد العزيز، فقال كيف يعني ان ديننا يمنع ذلك يعني، فقال كيف، وقال كان نبيكم يعني زوج بنته يعني ما اقدرش اقولها لساني يعني يعجز عن قولها في الامام علي يعني صلى الله عليه وسلم، لان واحد يعني انتم بتلعنوه يعني، فقال كيف؟ قال ولا يلعن الا الكافر، صح ولا لا؟ فدي من ضمن الحوادث يعني. طب انت جاي تقول لي انت خلافها ازاي يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالامام علي، واوصى في غدير خوم، ده حديث بين وصريح والكل عارفه يعني. يا اخي بلاش ان هو حتى النبي اوصى بخلافته،
كفاية أنه زوج بنت النبي، كفاية أنه غاب الحسنين، كفاية أنه مؤشر بالجنة، كفاية أنه زوج الزهراء، كفاية أنه صهر النبي، كفاية أنه أول من آمن من الصبية يعني، كفاية أن النبي كان بيحبه، كفاية أنه فتح خيبر، كفاية أنه كان دون النبي طول العمر، كفاية أنه لم يترك النبي وأذهب للدنيا من أجل الخلافة أو من أجل وقعد مع النبي حتى وراه، كفاية الحديث الموجود عندنا لما راح يدفن السيدة فاطمة الزهراء في نصاص الليالي مثلا ويقول يعني ويسلم على النبي ويقول وها هي ابنتك قد أتت إليك فلتخبرك عن ما آلت إليه الأمور، عن حالها عن حالها وكيف هضموا حقها وقصص طويلة عريضة يعني. فأنتم وعلى فكرة أنت لو تلاحظ الفترة الأخيرة في 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 صحوة شيعية أنت مش حاسس بيها، أنت صدقني في صحوة تغيير فكرية كبيرة في الأمة أنا لاحظتها في الفترة الأخيرة كتير قوي دلوقتي بيلمحوا بعصا العز، كتير قوي بيلمحهم بالأحداث التاريخية بتاعت السقيفة. حتى أحمد كريمة في التلفزيون المصري قال هناك أحداث في الكتب إحنا ما نقدرش نخرجها للعامة لأنها تصير بلبلة يعني، هم أكيد عارفين إن البلبلة دي الناس لما تشوف أنت يعني واحد يعني أنا عن نفسي ما طقش أي حد أيا كان مين هو يقرب من السيدة فاطمة الزهراء وأقول رضي الله عنه وارضاه، لا يمكن عقلنا يا أخويا يقبلها ولا عقل أي مسلم نقي طاهر شريف يقبل حد يسب السيدة فاطمة الزهراء أو أرد سوء بالسيدة فاطمة الزهراء ويترد عنه. ما أعتقدش دي إنسان سوي فكريا، ألا إذا كان إنسان منافق يعني، ما أعتقدش إنسان سوي فكريا يقبل إن يقول يزيد ده على دين يعني، ما لا تقبل أصلا يعني، ده إنسان عنده عتة أيا كان بقى ثقافته أيا كان علمه أيا كان العلوم اللي طلعوا عنا من الدين دي اللي أصلا ملهاش أساس، العلوم اللي هي فرقت الأمة أصلا اللي خلت ناس مش عارف الأشاعرة وناس حنابلة وناس مش عارف بتنجانيين وناس بطخين وهم وإحنا نفسنا مختلفين بيننا وبين بعض، واخد بالك؟ وبكل بساطة ممكن تلاقي الحاجة الحرام عند شافعي ممكن تلاقي حلال عند مالك وزنا عند مش عارف شافعي تلاقي محللة، ما تفهمناهاش نظام يعني. ومع ذلك إحنا برضو أنت ويمكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليكم الفترة الأخيرة ديت بعولمة الإنترنت، فحاول تتنيك لأنك هتحاسب على اللي أنت فيه ده، انت هتحاسب ان انت يعني انت انا يعني عندي يقين انا بالنسبه لي مطمئن ان انت على يعني عندك نسبه كبيره 90% من الدين يعني، باستثناء بعض الحاجات ممكن تكون يعني ما الامور السياسيه ملخبطاها في المذهب الشيعي، انما الدين وتاريخ، لان انت حتى يعني الدين انا ما اقدرش اقول الدين بيكشف التاريخ لان هو الدين هو اللي بيثبت التاريخ، بس احنا من خلال التخلف اللي احنا عايشين فيه احنا التاريخ هو اللي بياكد لنا الدين دلوقتي يعني. حتى بعض العلماء قال لك سورة يوسف مثلا ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، قال لك الكتاب المبين ده كتاب التاريخ، فالتاريخ دلوقتي اللي بيبينه لنا الدين يعني. أنت في بعض المذاهب أنا قعدت مع بعض الناس يعني مذاهب تانية غير الشيعة وغير أهل السنة يعني يقول لك حكمة رب العالمين مثلا في القرآن، ويمكن الكلام ده أول مرة تسمعه عن ذي القرنين مثلا، بإجماع أهل السنة هو لا نبي ولا رسول، وطب ربنا أو وحتى رب العالمين بيقول لك قلنا يا ذي القرنين كيف تكلم رب العزة مع ذي القرنين اللي هو لا نبي ولا رسول وأعطاه الحكم يحكم في عباد الله يعني، إيه الحكمة منه يعني؟ أنا ما مش هذا الوقت ما فيش تفسير من أهل السنة ولا تفسير من الشيعة مع كامل احترامي ليكم أقنعني بالحجة بتاعت ذي القرنين تحديدا ليه؟ هل هو كحدث تاريخي على أساس هم القوم يأجوج ومأجوج، ولا ده بس بيقول لك إن رب العالمين له حكم في واحد زي الإمام علي؟ والله العالم انا بقول لك على بعض الناس قالوا لي الكلام ده وانا يعني عقلي بيستجيب يعني بيستجيب لشيء زي كده، ان الامام علي صلى الله عليه وسلم كان هو ده القدر الموجود ان رب العالمين اعطاه له الحكم، هو لا نبي ولا رسول، انتوا نفسكم بتقولوا ان هو لا نبي ولا رسول لكنه امام ومولى ويشهد الله ان هو مولاي ومولى كل مؤمن يعني، انما هو كمولى كان هيحكم بنفس المقدره دي باعانه من رب العالمين، ازاي الكونيه بقى انا ما اعرفهاش، كون بقى انه يجيله وحي بقى ما 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 المنام يبث رب العالمين عليه العلم زي ما شفنا كل آل بيت رسول الله يعني، رب العالمين سبحانه وتعالى بس عليهم علوم وبس عليهم قيم ومبادئ دينيه من غير ما يقروا كتب مثلا كتب الاولين ولا كتب السابقين يعني. انت عايز تقول لي مثلا الامام جعفر الصادق كل العلوم اللي عنده دي قعد بقى طول الليل كده يقرا والحديث الفلاني والحديث العلاني؟ ما اعتقدش، فاهم؟ وكتير كده في كتير كده انت ممكن بتلاقي ناس سبحان الله رب العالمين افاض عليهم بالعلم، هم دول آل بيت رسول الله. حتى احنا في مصر عندنا الاضرحه كتير يعني، الاضرحه دي لهم معجزات ولهم كرامات وناس كتير بيصدقها ولا واحد من الناس بيصدقها لانه سلسال تاريخي بيتناقل
حتى لو كانت بيكبروها وتكبر المرحلة بتاعت الكرامات دي أو المعجزات اللي احنا بنسميها، يعني هي معجزات أو احنا بنقول عليها كرامات، يبقى لها منشأ ولها أساس زي الإمام علي. يعني احنا مثلا عندنا سيدنا عمر بن الخطاب يقول مثلا انتظر يا سريع الجبل، والناس كلها مصدق وانا مصدق. يعني في الإمام علي مثلا ما صدقش انا ان هو مثلا رب، إن سألتمون عن شيء ما كان إلا وحدثتكم أو سوف يكون إلا ما حدثتموني قبل أن تفقدوني و و و، مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ ومين اللي علم سيدنا عمر بن الخطاب أصلا في أكثر من حدث تاريخي يعني وإحنا مؤمرين فيه؟ كمثلا سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على الإمام علي فقال أو جئت أبا الحسنين أو ما سمعت؟ قال ماذا بك؟ قال بي كرب شديد، أتيت الأبا حذيفة فقال أحب الفتنة وأكره الحق ولي في الأرض ما ليس لي. القصة الشهيرة، وأنا يعني لو قالها غيره لضربت عنقه وبتاع. فسيدنا الإمام علي فهمها له مثلا، وقف قدام الحجر الأسود على من نقع حجر لا تضر ولا تنفع له ولا، ما علينا أنه بيستهزأ بالفعل أو أيا كان الوضع، مش قصتنا برضه. بس في 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 الإمام علي كان صاحب يقين وصاحب علم، في حاجه مش طبيعيه يعني، حاجه مش انا ما اقدرش اقول برضو يعني ما، بس طيب. هو رب العالمين اختاره، زي ما اختار النبوه، زي ما اختار المرسلين، طيب. حاجه مش طبيعيه، حاجه فوق نبوء البشر. طيب استاذ وعد، استاذ محمد انا اشكرك جزيل الشكر و... انا اسف ان اطلت. لا بالعكس، وانا فقط ادعو من الله تبارك وتعالى ان يضعني واياك على الخط الصحيح ان شاء الله، وأن اللهم أمين. ترى نور محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وعندي نصيحة فقط من خلالك أقولها لك ومن خلالك إلى الأخوة، اقرأوا. رأيتم فكر الأخ، فكر الأخ متقد، هذا نتيجة أنه اطلع وقرأ، ولو أن كل إنسان قرأ ما قرأه الأخ سوف يتطور ويتطور. فأنا أشكرك جزيل الشكر أخي محمد، فرصة سعيدة، شكرا ربنا يحسن إليك ربنا رحم الله للإخوة معك، وخصوصا للشيخ أحمد الإمام سلامي له كتير، بارك الله بك. شكرا لكم أستاذنا، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم أستاذ، شكرا لكم. طيب هذا رد. أنا أقول للأخوان على من يعني يقول أنه لا يوجد هنالك فرق في المستويات، فرق بين الوهابية، فرق بين السنة، ولذلك الإنسان دائما يسعى والثمار تأتي. وأنا أعتقد أنه من مثل هذا الأخ ممكن أن يكون على الطريق الصحيح إن شاء الله.